السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ انا ظهرت كده على القناة دي مرتين او ثلاثة، فالنهاردة في تحدي جديد عاملين معايا، تحدي كنزات والكلام دوت، واللي هيختار الكنزة صح هياخد الفلوس، والكلام بجد مش بهزار. فدلوقتي هتخش هيغيروا الكنزات وهيبدلوهم عشان ما نبقاش عارفين مكانهم. يلا انت يا حبايبي عاملين ايه؟ عشان قوي 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 احلى حاجه في حياتنا مهاره قوه من قلب من جوه. طبعا النهارده عامل التحدي، انا خايفه بصراحه. وخلي بالكم اللي هيخسر اللي ياخد فلوس اكتر من التاني، يعني اللي هيخسر الفلوس هيبقى ليه عقاب، اللي هيخسر هيتعاقب. يلا يا ماما تعالي لخبطه. والفلوس دي اللي ميار اللي حوشتها وقالت له تعالى نعمل تحدي ونشوف هخسر فلوسي ولا لا. هي عايزة تعمل معايا تحدي. ما تنتمعش. هي عايزة تكسبك بأي طريقة. ما تنتمعش باللايك والشير. هي عايزة تحكم عليا. وشجعنا أكتر وأكتر وعملنا شير وابعت لنا الدعوات الحلوة كده. إن شاء الله. يلا دروش. دروشكوا. أنت لأ. تعالي كده. دروش. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ انا قلت اسلم عليكم الاول قبل ما اغير ايه الكنزات ونشوف مين اللي هيكسب فيهم ومين اللي هيكسب اكتر فلوس فيهم. وطبعا انا دلوقتي ما قدرتش اطلع معاهم عشان انا عندي برد وبكح ومش قادره ايه اطلع اتكلم كتير. انا هغير دلوقتي ادوا ضهركم لف ان شاء الله انا اكتب لف. وما تنسوناش باللايك والاشتراك يا حبايب قلبي وشجعوهم. يلا لفوا. اللي يكسب يلعب تاني ولا اللي بعده يلعب؟ بابا اللي يكسب يلعب كله ولا واحد واحد؟ لا اللي يكسب ياخد الفلوس ويركن الكنزايه برضو ايه على جنب عشان يعني يكسب. انا كسبت دلوقتي حطيت واحد هلعب تاني اكسب. لو كسبت العب تاني ولا هي اللي تلعب بعدي؟ لا هي اللي تلعب بعد بقى عشان ما ينفعش، ممكن تكسبهم كلهم يبقى هي خسرت. ماشي. ايه دي بقى عشان شكلك انا هاخدهم مني؟ لا انا لا هاخدهم. ابتدي انا؟ بسم الله. انا بفضل الفيروز. اوه ميكين ايه؟ من اول دور من اول دور عشان انا بحب الفيروز. من اول دور حظه حلو يا ميار. ما تزعليش. من اول دور من اول دور مفيش زعل. من اول دور مفيش زعل. اللي يكسب العابي يلا. ده ازاي ده؟ انا بتطمع ولا لا؟ ماليش في كسبت او 100 جنيه. هو كسب او 100 جنيه على المره. العب يلا. بص العشوة تقولي لها تقولي صح ولا غلط. بس بلاش فيه اقول حاجه ماليش دعوه. يلا صح انت خلي بالك غششتها لها. لا لا والله انا احس ان انت غششتها لها شورتيه لها بعينيك. لا ما تكلميش تاني. لا ما كلمتهاش. قلت لها اول مره ما تكلميش انا كده. انا التحدي على ايه؟ لا 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 مش عشان ولا انت عايز تكسر عشان تعاقبني؟ لا انا قلت لها صح. شفت ربنا من اول دور عشان ما تعاقبش. لا 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 مش هقول لها عشان هي خدت المبلغ اللي على قدها الصغير. قلت لها صح ولا لا؟ كده خلاص فاضل ثلاث محاولات مفيش تاني. لا استنى غلط. العابي بغيرها. العابي بغيرها مش هي هي. ايوه هي واحده. العابي واحده غيرها. ده غلط. بس اركني بقى. لا ولا عم غيرها زي ده. انت بتضحك عليا تاكلك. طب ماشي اوعي بقى. لا استنى بقى فاضل ثلاث محاولات. ثلاث محاولات. انت بقى نشوف مين انت كسبت كام؟ 100؟ 100 من اول دفعه؟ اول دفعه. يعني انت داخل حامي قوي عليها. انا عايز ال 50. لا وانت 25 بقى. انا عايز ال 50. انا عايز ال 50 وهو عايز ال 50 صح. الواد زي ما يكون عارف مكانه وانا غيرته. ايه ايه عزك يا بريمو. اوعى 150. لا 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 هتعيد الدور لو انت كسبت. لا 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 ماليش فيه انا كسبت عشان هي خدت 150 جنيه. يلا العبي بقى على راسك كده. العبي ما تكلميش. لا يا مايور ما تقولهاش. العبي يا بت. ماليش دعوه يا مايور. ماليش دعوه. خلاص خسرت فلوسي معاها 15 جنيه من فلوسها.
وانا خدت منها 150 جنيه. المره الجايه انا اتحدى يبقى من معايا انا بقى. لا فاضل محاولتين اتنين. لو اخترت مش هلعب. استني يا مايور، احنا بصي فكري الاول قبل ما تحطي، ما تتسرعيش. 150 جنيه يلا اللي بعده. ما تتسرعيش واقعدي فكري شويه. يلا. قولي لهم اعمل ايه؟ دي ولا دي؟ استنى. هي سيبها ما تتسرعش. عشان هي لو اختارت ال 20 اللي جايه هتبقى ال 50 ليا. لا ما انت وهيبقى معايا 200 جنيه. عشان الفلوس ما ترش عليها. هيبقى معايا. خليكي ركزي. استني شويه وركزي وفكري. وقول لهم انا اخسر ولا اكسب، واللي يخسر واللي هيخسر هيقلي عقاب. يلا عشان ما ترجلكيش العقاب انت. يلا يلا هو عليك. سفن ولا برتقال؟ سفن ولا برتقال؟ لا ما تلخبطنيش. استنى بقى عليها لما تركز. اختاري واحده، انت تلعبي الاثنين. لا تلعب واحده بس، هتفكر هتاخد انهي واحده. يلا انت فكر بس وكلمها. خدت 20 جنيه. يا معايا. انت معاكي كام كده؟ انا معايا 170 جنيه. يبقى هو اللي كسب يا ميار. 170 جنيه. احكم عليها بقى. يعني اللي هيكسب هيحكم على التاني. خدتي 80 جنيه معاكي؟ انت عايزه تحكم عليا؟ معاكي كام؟ 80 65 جنيه. يا لهوي وانا 170 جنيه. استني. امال. التلاتة لازم في بعض يا امال. انا من اول دور، يعني هو من اول دور كسبت 100 جنيه. انت واحد بعتيده يكمل بعديه. لا لا كلها. انا بقى كان حكمي ان انا لو كسبت هخليها تاكل ليمونه، وهي لو كانت كسبت كانت هتاكلني شطه. بس انا بقى اللي هاكلها الليمونه، مش صعب عليها عشان كنت عايزه تاكليني شطه. ما بتحبهاش. اقسمها ولا اديها لها سليمه؟ لا اقسمها عشان هي مش هتعرف تاكلها بسليمه. يلا يا ستي. يلا يا مياز انت العقاب بتاعك. قولي كليها هندقيها. انت فوق مره واحده كده. المفروض اللي كسب بقى وخد فلوس كتير انت اللي تاكلها. لا ازاي يعني، ده انا الكسبان مش انا الخسران. يلا بس يا بنت كل يا بنت. يا صغيره كل يا بنت. يلا كلها مره واحده اندخيها. طب بقك كده وبصي. بس كده كسب يعني. انا كسبت. لا كليها كليها. اهي اهي مصيها الاول كده اهي. وعصر يا بنتك تاكلها زي ما انا اكلتها. متدرس سنانها. لا كليها. ارميها مره واحده. طب مره واحده اندغي. يلا مش حكم. ما كان لكن الشطه ازاي؟ اندغي اندغي. استنى اما تاكلها واحده واحده عشان هي مر. اندغي. ما اكلتش حاجه منها. ايه؟ لا لا سليمه. لا كل يا مايوم. كل ايه؟ حكم ماليش فيه. كلي عشان ما تخشيش تاني معاكم. عشان ما تجيش معايا في دايما تخسريني انا. اول كل مره هتجي لي هكسبها. كل مره هتجي لي هكسبها. بتخسرني انا. بتخسرني انا. انا اللي ما اعرفش اكسبها. تعالى خدت انت من عندي اختارك انت. لا المره الجايه. كنا ناخد كده عشان الحساسيه اللي على صدري تعباني. كليها اندخيها مره واحده. عشان الدخان تعبت لي صدري. ايوه كده. كلي. شاطره. شاطر يا مايو. 170 جنيه حلال عليا. 170 لا جنيه. انت المره اللي فاتت برضو كسبتها والمره دي كسبتها. بس انا نفسي اعرف حظك حلو ليه. انا عشان انا حظي حلو. ليه بقى؟ اشمعنى انت دايما تكسبها هي وانا انا اخش مع اي حد تحدي واكسبه. طب انا هطلع معاك المره الجايه ونشوف مين اللي هتحدى اي حد. لا 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 اي حاجه. انا ما بجليش من حد. اروح مع اي حد في اي حته والعب مع اي حد. انت عايزه تحدي غيره وانا اعمل واحد غيره. انت كده تحدي المفروض تحط كل رز كل مع بعض يسالوا لو كسب ده ياخد ده. طب ما انا حطيت الرز اول واحد قالت لي صح. يا انا على الصف كله. الصف كله مش واحد واحد. ولا لا المره الجايه بنعملها بقى في عصايه. المره الجايه بقى او في اي حاجه ثانيه. فاكهه في اي حاجه بنعملها بقى المره الجايه بعقاب اشد من دوت. حلال عليا. 170 كانت راحه بيهم الملاهي. 170 بس كانت راحه بيهم المراجع اللي جنبنا. لا مش قد تحدي. قد تحدي مش قد تحدي. ايوه هي قد تحدي. بس كانت ممكن تبقى قد تحدي وهي تكسبه. ما هي كسبت يا دوبك مبلغ صغير دوت المبلغ بتاعها. انا خدت 170 جنيه وهي واخده 65 جنيه. كملي عليهم بقى وجيبي بقى المره سيب ال 20 عشان كسبتها. خمي سيب الفلوس. سيب الفلوس. سيب فلوسه. سيب الفلوس. سيب الفلوس. انت بتخمي عايزه تاخدي 20. انت بقيت 100%. انا اهو وهي اهي. يا لهوي. 65. خسرت يا مايور فلوسك يا مايور. 170. اه. يعني انا ازيد منها ب 150. كل مره تطلع عشان تكسبك وبرضه ما تخسريه.
بتخسري ليه؟ انا قلت حظك المره دي هيبقى حلو. حلال عليا. طب يلا سلم عليهم بقى عشان نقول لهم ايه. مع السلامه. استنونا بقى في الحلقه اللي جايه. ايوه وشجعوهم بقى وابعتوا لهم في التعليقات. ما تجيش معايا في تحديات تانية يا ميار. يلا يا ميار قول لهم باي باي يا حبيبتي.